بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودرسنا الحاد وإن كسو قادن دونه حديث النبي عليه الصلاة والسلام وكسو وري أبو هريرة كما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وحابو هريرة وتلمام يا نبي عليه الصلاة والسلام وحاولي إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. هدي أي رمضان تمادو أما أي وحويا أهاتو وحال فراء الباب بدن حريستا وحال حراء الباب بدن جهنم شياطين تنوال حرحرا. وحين أركينا أحاديث بدن ومعنها سوصون ونقونيسا إلي كسوة أرورتي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. حديث كستابان وحو كينيا معنى الإراد أهو أحاديث تكالا أن كتشرين إسلامر كان سير دما يستريا. رسولك صلى الله عليه وسلم وحولي يهي مركة رمضان أي تما دعم اللقارو أما رمضان هدي أي أهاتو وحال سمايا الباب بدن حريستا أي اللفرا وروح ينوصو أرقني فتحت أبواب الجنة وحال فرا الباب بدن شندا. روايات كلا وحين أرقنا حديث كلا فتحت أبواب السماء وحل فراء الباب بدا الصمدة. هل كنا وحين كوهينا فتحت أبواب الرحمة وحل فراء الباب بدا النحريستا. صدح معنا أو قيمة بضن با صدح دوائينا فهم سينيان كوه هو روين سوء أرقني حديث كني وحاوينو تلماما يا الباب بدا النحريستا أيان لفراء إلهي جل وعلا النحريستي سألباب بدي دو أردن با فراء نحريستاسي صمد وحويا وكمد ما دام أي إلهي سبحانه وتعالى أعماش صالحة حقي سكرته إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه سيد أوكلا رحمة الشيء يا شند اللفت يدي ويا وشندنا وأن حريص إلهي سبحانه وتعالى وحل فراء الباب بدر رحمة وحان مركا وحويا موسم كان أوجار لي هاي قف كمسلم كأهي إنه كوجو ليستنا حريص إلهي سبحانه وتعالى إن كبضا رجدا مركا لقى قبل مواسم تكلئي وقت يذا كلا ووقت مركا إلهي جل وعلا وكسن تين حريص وعلى مد مركا الله قد يجي إنه يهاي وقت أما زمان نحريص إلهي سبحانه وتعالى أي كرتش بضن تاي وقت يذا كلا يدو مركز إلهي نحريستي سو أي أدو مديس سو قاردو إلهي نجل وعلا أتلمامي أن رحمته غضبت سبقه نحريس سبقت غضبه أن رحمته سبقت غضبه إن نحريستي سو أي كد ريسي عرديس يدو الله جل وعلا أتلمامي إسلامر كان الله ويهي مدمر كان نحريس كصفيسا أدو مديسا أن حريستا وقت كستا يميل كستا أولا تشوغو هدان شهر رمضان وموسم إيا وقت نحريستا إلهي جل وعلا أؤه مركا وحويان وحويان أؤه علامد أما أؤه وقت وحويان أي متوفر تاي سلمر كان أي لابن لابن تاي لو نباهن يهي أدونكو إنو كفا إديستو إلهي جل وعلا نحريستي سافرها بضن إيا خير كي وناق أو بحنا أيو مالمها رمضان وغلقت أبواب جهنم وحل حراء الباب بدا جهنم وال حراء الباب بدا النار توال حراء إلهي سبحانه وتعالى نار تيسا طوال السنة درر كسنة كمركة اللي يقول بيش رمضان بي حرانتا سيدا مركة اللي نوش يقول معني إذ واحي تاي إنتا كالوردن وفرانتا وحمركة اللو فريا أما يوفرانتا هاي ما دام معاصب بدن أي دعيسو ذنوب بدن أي دعيسو والعياذ بالله تد بدن أي نارتا كسبانا يان تد بدن أي شقيسانا يان وحي نارتا لغوغي لتري عيد بدن أي لئمان يسو أعماش مركا بني آدمك كو كانتا أما أمحويان أصببتا إني نارتا قلان سيداسا مركا الباب بدن نارتو أي أفرينيهين بيش الرمضان نوا عكسيغو وما دام أي ذنوب تيران يسو معاصي إن بدن أي ماشى كبحيسو إلهي جل وعلا أدومه سأنت وافتي يا أي كفى إذا سنة يا وقت قيمها بدن
iyo mawsimkan khayrka badan iyo waxa weeyaan saacadaha ama maalmaha kooban ee bisha Ramadaan ee Ilaahay uu fadligeeda kor u qaaday si ay markaa uga faa'iidaystaan ayaa waxaa la xidhaa albaabada jahannama waa fadli Ramadaan ay leedahay oo mawaasimta kale aanay lahayn wa sulsilati shayaatiin waxaa la xidhaa markaa shayaatiinta ee riwaayadka kala sii cadaynaya oo sulsilat ama sufidat maradatu shayaatiin shayaatiinta madaxa adag ayaa markaa la xidhaa shaytaanku waxa weeyaan daafica ugu weyn ee qofka ku keena inuu dunuub markaa galo cadowga ugu adag ama waxa weeyaan ugu dhibta badan ee bani aadamku uu leeyahay weeye waa kii ku ballanqaaday markii Ilaahay uu nacdalay naxariistiisana uu ka fogeeyey inuu lumin doono addoomihiisa oo ka dhigi doono kuwo markaa uu jidkiisa ka leexiyo allahna jalla wacala wuxuu tilmaamay cidda addoommada ilaahay ka mid ee saalixiin ah ee ilaahay uu doortay inaanu awood kulahayn shayaanku ina cibaadii laysa laka calayhim sultaan addoommadayda kuma lihid awood baa ilaahay uu sheegaya cadowyo kaleoo bani aadamku uu leeyahay way jiraan oo ay ka mid tahay waxa weeyaan naftiisu haddii aanu ilaahay u hagaajinin oo nafuhu markaa way kala duwan yihiin waxaa jirta naf markaa cadow ah nafta cadowga ahi waa annafsu alammaaratu bisuu waa nafta markaa xumaanta faritaanka badan ee qofka waxa weeyaan xumaanta farta taasaa cadow ahee naf oo dhani cadow ma ah oo allah jalla wacalaa qur-aanka waxa uu ku sheegay saddex nafood mid ka mid waa annafsu alammaara markii uu tilmaamayey fi suurati yuusuf nebi yuusuf calayhi salaam wamaa ubari'u nafsi ina annafsa la ammaaratu bisuu ila maa raxima rabbi taas waa naf xumaanta markaa farta qofka oo waxa weeyaan dembiga farta waa nafta ugu dhibta badan ee cadowga ah shaydaankuna uu markaa kaashado waxaa jirta naf labaad oo ilaahay uu tilmaamay inay tahay nafsun lawaama naf markaa canaan badan oo waxa weeyaan saaxiibkeed canaanata oo waxa weeyaan markuu dembiyo xumaan galo canaan kala daba imanaysa naftaasi waa naf addoonka laga yaabo inay badbaadiso waayo inkasta oo aanay xoog badnayn oo qofku dunuubtii uu la imanayo haddana waa naftiisu way canaananaysaa dembigii way ka reebaysaa ay waxa weeyaan ku soo celcelinaysaa waxa weeyaan lownka iyo canaanta tujaah addunuub walmacaasi naftaasi cadow ma aha naf kasii fiican baa jirta allah jalla wacalaa qur-aanka uu ku tilmaamay waa annafsu lmutma'ina tay allah jalla wacalaa uu waxa weeyaan yaa ayatuha annafsu lmutma'ina loogu yeedhay waa naf markaa xasiloon waana nafta ugu wanaagsan nufuusta bani aadamka cidda gaadhaana way yar tahay dadka saalixiinta ah laga soo bilaabo ambiyada iyo mursaliinta awliyada ilaahay subxaanahu wa tacaala oo ay kow ka yihiin asxaabta nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo dadka markaa qiimaha badan ayaa markaa martabada noocaasi gaadha calaa kulli xaal cadowgii ugu cuslaa haddii lagaa xidhay naftaada ka adkow haddii shayaatiintii lagaa silsiladeeyey naftaadu markaa yaanay kaa adkaan maalmahan isku day inaad nafta laylido inaad xadhig ku xidho inaad geed ku xidho inaad isku daydo inaad ku dadaasho in naftaadu aanay dhulka ku dhigin adigu aad dhulka dhigto aad jebiso waxay jeceshahay aanad ka yeelin xumaanta ay kugu yeedhiso aanad ka yeelin caajisnimada iyo waxa weeyaan tabcaanimada ay ku farayso ay kaaga fadhiisinaysa cibaadaadka inaanad ka yeelin inaad markaa guntiga dhiisha iskaga dhigto maalmahan kooban ee tirada yarle inaad naftaada ka adkaato taasina waxay kuu sababaysaa sanadka intiisa kalena inaad naftaadii ka adkaan karto oo aada waxa weeyaan waddada fiican iyo dariiqa fiican aad markaa ku ridi karto haddii aad sidaa yeesho aad dadaashana waxaad heli doontaa nafaha waxa weeyaan kuwa ilaahay uu ku tilmaamay annafsu lmutma'ina ayaad gaadhi doontaa haddii markaa adigu aad ku dadaasho in naftaadii aada wada saxa markaa mariso subxaana rabbika rabbi alcizati cama yasifuun wasalaamun cala almursaliin walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin